المجلس المحلي في بلدة أم جلال جنوب محافظة إدلب يعلن البلدة منطقة منكوبة بسبب خروقات النظام المتكررة لاتفاق سوتشي واستهداف المنازل السكنية بأكثر من 175 قذيفة. حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ينظم مهرجانا في مدينة الحسكة ويرفع صور زعيم حزب العمال الكردستاني إلى جانب صور القادة الثلاثة التي خصصت أمريكا جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يقول إن أكثر من 260 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا إلى مناطق الشمال السوري المحرر عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون. مدرسة أحمد الحسين في مدينة سراقب بإدلب تعلق الدوام إلى حين إطلاق هيئة تحرير الشام سراح مدرس اعتقلته على خلفية شكوى تقدم بها أحد أولياء الطلبة تفيد بتعرض ولده للضرب من قبل المدرس. بشار الأسد يحمل شباب مدينة السويداء المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية مسؤولية خطف بناتهم وأبنائهم متهما إياهم بالتهرب عن أداء واجبهم بالدفاع عن الوطن في وقت الحاجة. ردود فعل غاضبة بين شباب محافظة السويداء عقب دعوات وجهها رئيس الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمة الهجري لأبناء المحافظة للالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام.